بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم جميعا، معكم محمد أحمد من قناة فيكراس. في فيديو النهاردة هنوضح طريقة تشغيل الـ ACP32 على موقع ريموت إكس واي والتحكم من خلال الموبايل، علشان نقدر نستخدمها في السمارت هوم زي ما واضح أمامكم. بقدر أتحكم في الـ LED من خلال التليفون، بقدر أتحكم في 19 مفتاح، فهتكون معانا مفيدة جدا في السمارت هوم بالنسبة لإمكانيات الـ ACP32 القوية جدا. وطبعا هنوضح الفكرة مع برنامج ريموت إكس واي، وإن شاء الله هنتظر منكم فيديوهات فيها تجاربكم على ريموت اكس واي او على اليكسا بنفس الفكره اللي هنوضحها في فيديو النهارده، علشان نرفعها على القناه بتاعتنا ونرفع تجاربكم كلها باسمائكم طبعا. وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم، يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومه لحد محتاجها. تابعوا معانا. قبل ما نبدأ، تذكير بسيط بطريقة الشراء من موقع جي ال سي بي. طبعا انت بتسجل في الموقع، وبعد كده بتضغط هنا واد جربر، بعد كده بترفع الملف الخاص بيك، ملف الجربر الخاص بيك تمام بالشكل ده، وبتنتظر. بعد كده بيظهر ليك، تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا، انك بتشوف الصورة بتاعته بحجم اوضح، تحملها وتكبرها، وبعد كده سيف تو كارد. بعد ما بتخلص رفع التصميم الخاص بيك، وبعد كده تشيك اوت، وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن، وبتحدد طريقة الدفع المناسبة ليك عشان توصلك في اقرب وقت ان شاء الله. نبدأ على بركة الله، بنروح على موقع ريموت اكس واي، وطبعا مهم اننا نسجل في الموقع، وبعد كده بنضغط على الايديتور عادي جدا، وبنختار من الكونفيجريشن هنا، بتختار نوع الاتصال اللي اتصل عليه، هنختار واي فاي، وبعد كده هنختار طبعا النود ام سي يو سواء فيرجن 2 او فيرجن 3 تمام. وبعد كده طبعا بتختار نوع المديول اللي هتشتغل عليه، طبعا هتشتغل على نظام التشغيل اردوينو، وابلاي. بعد كده بتختار التصميم زي ما انت حاببها، نخليها افقي في الشكل الافقي، بنقدر نضيف مفاتيح اكتر بالشكل ده. هبدأ اضيف المفاتيح بتاعتي عادي جدا، بتضيف المفاتيح بتاعتك، وبعد كده بتروح على كل مفتاح وبتحدد البن اللي انت هتشتغل عليه على بالنسبة للنود ام سي يو. بالنسبة للنود ام سي يو هي 9 بنات بس تمام، فاحنا هنشتغل هنا على عدد اكبر طبعا تمام. فانا هضيف هنا المفاتيح زي ما واضح امامكم. انا كده اضفت عدد 19 مفتاح زي ما واضح امامكم، 18 سويتش وواحد بوتون بالشكل ده. ببدأ اعرف كل مفتاح على البن اللي هيشتغل عليه زي ما واضح امامكم كده، بعرف المفاتيح بتاعتي، والمفاتيح التانية بكررها، يعني بكرر المفاتيح على البنات لان المتاح معايا 9 بنات بس. بالنسبة للنود ام سي يو بنكررها، يعني الـ9 مفاتيح اللي على اليمين هشغلهم مع الـ9 مفاتيح الخاصين بالنود ام سي يو، والـ9 مفاتيح اللي على اليسار بنفس الترتيب على من ديجيتال 0 لغاية ديجيتال 8 هيشتغل عليه، والبوتون اللي معانا بيشتغل معانا على اي بن من البنات اللي موجودة سواء ديجيتال 0 او ديجيتال 8 براحتك. احنا بدنا نكرر البنات عشان بس يظهر معانا في الكود، والريموت اكس واي يساعدنا في عمل الكود وما نتعبش كتير في البرمجه. وبعد كده طبعا بتكمل الاعدادات بتاعتك، بتختار باسورد وبتكمل اعداداتك عادي، وبتختار طريقه الاتصال اللي انت عايز تتصل عليها، وبتحدد اسم الشبكه والباسورد والبورت اللي انت هتتصل عليه. وبعد كده بنضغط على جيت سورس كود، وما تنساش طبعا تحمل المكتبه وتحمل برنامج ريموت اكس واي من اللينك ده سواء كان مدفوع او مجاني. وبعد كده بتاخد الكود ده طبعا كله كوبي، وبتفتح برنامج الأردوينو، ونروح لبرنامج الأردوينو عشان نوضح احنا عملنا ايه في البرمجة. بنروح لبرنامج الأردوينو وبنفتح نافذة جديدة طبعا، وبنعمل بيست الكود اللي احنا جبناه من موقع ريموت اكس واي. انا هنا محتاج اضيف المكتبة الخاصة بالاي سي بي 32، وهنا المكتبة اللي موجودة الخاصة بالاي سي بي 8266 تمام. برنامج ريموت اكس واي لو احنا ضفنا المكتبة الخاصة بالاي سي بي 32 مش هيتعرف على المكتبة الخاصة بالـ ACP32، فايه الحل؟ الحل افتكاسة بسيطة جدا، نركز في النقطة دي، هي أهم نقطة تمام. بننزل دي وبنعمل F هاشتاج طبعا أول، وبعد كده F defined ACP8266 ونقفل القوس. هتعمل ايه؟ هتنفذ المكتبة دي. طيب else هاشتاج، وبعد كده else لو المكتبة أو لو أنت ملقتش ACP8266 هتعمل إيه؟ تمام؟ هتروح هتعمل include هاشتاج أكبر من وأصغر من، وهنضيف في قلبها W
واي فاي دبليو اي دبليو اي الدبليو كابيتال والاف كابيتال دوت اتش، دي المكتبه الخاصه بالاي سي بي 32، ومهم جدا بعدها نعمل هاشتاج ونعمل اند اف. تمام، بس كده احنا كده خلينا برنامج ريموت اكس واي او المكتبه الخاصه بريموت اكس واي تتعرف على الواي فاي دوت اتش اللي هو الخاص بالاي سي بي 32 علشان المكتبه الخاصه بريموت اكس واي تتعرف عليها. تمام، هننزل بقيه الكود، هو طبعا خاص بريموت اكس واي، دي طبعا المفاتيح بتاعتنا 18 مفتاح والبوتوم اللي معانا، وبعد كده البنات اللي هو متعرف عليها طبعا زي ما واضح امامكم هنا مكرر البنات، لان الاي سي بي 82 66 12 بتكون موجوده 9 بنات بس، فاحنا محتاجين نضيف 19 مفتاح اللي هم موجودين في الاي سي بي 32 اللي نقدر نشغل منها 21 مفتاح، بس انا محتاج فيها 2 ار اكس وتي اكس استخدمهم كاتصال يو ارت. تمام، فانا هنا محتاج اني اضيف البنات الخاصه بالاي سي بي 32. عشان تعرف البنات وترتيب البنات وارقام البنات زي ما وضحنا قبل كده، بتروح على جوجل وتكتب اي سي بي 32 بين اوت، بيجي لك صور من دي كتير، بتبحث في بتجيب بحث صور بيجي لك صور زي دي كتير، بتعرف البنات بتاعتنا. طبعا احنا بنشتغل على الجي بي اي او. تمام، فهنبدا بالبنات بتاعتنا 23 22 1 3 21، طبعا نسيب الار اكس والتي اكس دول، وهنوضح البنات دلوقتي. ده طبعا التغيير التاني المطلوب منك انك تعمله، اللي هو البنات اللي معاك، بتضيف البنات والمتعرف البنات او المنافذ اللي انت هتشتغل عليها في الاي سي بي 32. انا هنا ضفت 19 منفذ معايا عشان اشتغل عليهم. بعد كده طبعا هو معرف البنات او المنافذ دي من خلال التسمية بتاعتهم من 1 لغاية 18، معرفهم اوت بوت، وبعد كده البين بوتن 1 معرفه ان هو اوت بوت اللي هو البين رقم 13. وبعد كده المفاتيح الداله الخاصه بريموت اكس واي مش هتغير فيها حاجه. لو انت حابب تضيف الابرم، طبعا احنا وضحنا طريقه اضافه الابرم عشان تقدر تنفذ الكود، وبترفع الكود بتاعك عادي جدا، بتروح تختار الاي سي بي 32 وبتنتظر ثواني، وبعد كده بتختار المنفذ على المنفذ رقم 15، وبعد كده بترفع الكود بتاعك عادي جدا. حد ما بيجيب لك done uploading، ونروح على التجربة. طبعا اوصل الاطراف بتاعتي الموجب والسالب، انا هنا وصلت الموجب والسالب عن طريق الطرف 3.3 فولت، ما وصلتوش من خلال ال VN لان طبعا الريجليتور مش هيقدر يشغل عدد الليد ده. بفتح طبعا الواي فاي وبعمل اتصال مع شبكة ريموت اكس واي، وبعمل على اتصال زي ما واضح امامكم نبذة بسيطة بس، وبعد كده برجع تاني برنامج ريموت اكس واي. طبعا انا مسجل هنا عن طريق الواي فاي، طبعا بقول ان الشبكة مفيش فيها انترنت، وببدأ افتح المفاتيح كلها 1 2 كده 9 كده، وبعد كده نفتح 9 التانيين كده، معانا 19 مفتاح شغالين معانا من خلال البوتن اللي معانا، بضغط عليه بينور معانا الليد الاخضر، ونفصلهم تاني طبعا عادي ونوصل ونشغل. طبعا تقدر تضيف الابرم زي ما انت حابب وتشغل زي ما انت حابب. وكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات. ما تنسوناش من صالح دعواتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.